مشاهدينا اللقاء الأخير لليوم يجمعنا مع الإعلامي محمد نون العضو الفخري بجمعية تاليا الخيرية. رح نحكي أكثر عن هالجمعية اللي ابتدى مشوارها بال 2009 مروراً أكيد بكل المراحل يلي رافقت فيها لبنان هالجمعية وصولاً أخيراً أكيد للانفجار ب 4 آب. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذ نون. تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. أستاذ نون، بالبداية تعريف عن الجمعية لكل الأشخاص اللي عم تابعونا. جمعية تاليا الخيرية انطلقت بالعام 2009 بكادر متطوع، مبادرة كانت مبادرة ذاتية، وهذه المبادرة الحمد لله كبرت وكبرت لوصلت لليوم لتخدم أكثر من حوالي 4000 عائلة في لبنان على مختلف الأراضي اللبنانية. تاليا تخصصت في عدة أمور أساسية، كان منها ما يمكن وصفه بإعادة البسمة، لكن ليس فقط البسمة المعنوية إنما أيضا البسمة الحقيقية للذين كانوا قد أصيبوا بما يعرف بالشفة المشقوقة أو الشفة الأرنبية كما نسميها، وكانت تقوم بعمليات جراحية سنويا عبر كادر متخصص. أعادت البسمة لعشرات الأطفال والصبايا والشباب الذين كانوا ولدوا ومعهم هذه تشوه الخلقي. نعم، هناك أيضا مجالات أخرى منها ما يتعلق بمشروع التمكين. التمكين هو عبارة عن مشروع يتم من خلاله فتح مصلحة إن صح التعبير لقادر على العمل لكنه غير قادر على تأمين التمويل المالي، فيتم إعطاؤه قرضا ماليا بصفر فائدة، ويتم الإشراف من قبل الجمعية على إتمام هذا المشروع ومراحل تطوره أيضا، وبعدها يعود المبلغ بالتقسيط المريح ليبدأ في مشروع لشخص آخر أيضا قادر على إدارة مصلحة تشكل باب رزق له. إضافة هناك مساعدات تربوية طلابية وخاصة للمتفوقين من أصحاب الحاجة المالية، يتم إعطاؤهم منح في المدارس وبعض الجامعات. هناك أيضا عمل كان هاما جدا بالنسبة لجمعية تاليا وهو المساهمة في شفاء عدد من مرضى السرطان، والحمد لله هذا أعطى دفعا جديدا للعاملين في تاليا وللمتبرعين، لكن كل هذا كان في كفة، والآن كفت هذه الأزمة التي تعصف بلبنان الضغط أصبح أكبر بكثير عما كان سابقا. بدنا نوجه لكم تحية بالفعل على كافة الجهود اللي عم بتقوموا فيها بهيدي الجمعية. بحس بقلبنا أنه يمكن الجمعيات الخيرية عم بتحل محل الجهات المعنية، لازم تكون هي عم بتأمن وتسكر هيدي الثغرات يعني بمجتمعاتنا، وقلبنا بيكبر بوجود ناس مثلكم. خبرنا أكثر الأزمة الاقتصادية يلي بلشت أواخر 2019 بداية 2020 بلبنان كمان، وصولا للهزة يلي أصابت اللبنانيين يعني بعشية 4 آب كمان، شو كان لكم دور؟ أولا الآن أنا أدعو إلى تضافر كل الجهود، يعني الجمعيات تقوم بما تستطيع أن تقوم به، وهو المطلوب منها الشفافية، والحمد لله هذا ما نجده في جمعية تاليا وعدد آخر من الجمعيات. لكن أتصور أن هناك أيضا ضرورة للتحرك حتى على المستوى الفردي، يعني كل من يستطيع أن يساهم ويساعد. ووجدنا نحن طبعا لبنان في وجهه المشرق في حالة التضافر الوطني التي حصلت من داخل وخارج لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت. ما يمكن قوله أنه خلال انطلاقة جمعية تاليا من عام 2009 إلى عام 2019 كان لديها برنامج عمل تقوم بتنفيذه. مثلا على مستوى الإحصاءات، العائلات التي تتشرف جمعية تاليا بخدمتها حتى العام 2019 كان عددها 1500، لكن بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان وحالة الإفلاس التي يعيشها البلد للأسف الشديد، تضاعفت الأعداد وصلت إلى أكثر من 3000. أما ما بعد كورونا وصولا إلى كارثة انفجار المرفأ، وصل عدد العائلات التي تراجع تاليا من أجل طلب المساعدة إلى 6000،
وبالفعل إيطاليا الآن تستطيع أن تخدم فقط 4000، لأن الضغط هو ضغط كبير. وهناك شريحة أنا أحب التركيز عليها، هي كانت شريحة مكتفية من الناحية المالية، لكن الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا وصولا إلى كارثة المرفأ جعلتها تفقد إما عملها أو معيلها أو تفقد أسباب رزقها، وبالتالي هناك شريحة جديدة هي أصبحت ذات حاجة الآن، لكن إذا ما نظرت في وجوههم تعتقد بأنهم مكتفين من الناحية المالية. بالتالي علينا بطبيعة الحال كما شاهدنا تغليب الحس الوطني في هذه الأزمة، علينا المزيد من الجهود انطلاقا من هذا الحس الوطني والإنساني. في صعوبات انه تكونوا بالفعل عم توصلوا للاهداف اللي عم تحطوها اليوم اكثر من قبل مع كل الازمات اللي عم بتحاوط لبنان بكافه اشكالها؟ هلا هو طالما العمل هو عمل خيري، فالانسان يعني عندما يكون على الارض، انا كنت يعني في بعض الاماكن التي شاهدت فيها بام العين وجع الناس، بمعنى أن وجع الناس هو وجع كبير. ما يحس في نفسك ماي أنه عندما لا تستطيع أن تلبي رغبة الجميع أو حاجة الجميع، هذا يدفعنا إلى مزيد من الجهد، وندعو أيضا يعني ننقل هذه الصرخة، ونحن كإعلاميين وأنت منهم أيضا جهودك مشكورة وكل وسائل الإعلام مشكورة، علينا كإعلاميين فعلا الآن أن نذخر رسالتنا الإعلامية من أجل إيصال هذه الصرخة الإنسانية، لأنه الآن في لبنان عندنا عدة مستويات من الضرر، هناك الضرر المادي، هناك الضرر المعنوي، هناك الضرر النفسي، هناك أيضا ما يمكن وصفه يعني ما حقول انعدام الأفق، لكن في ظل كل هذا الضغط الذي يتعرض له اللبنانيون بشأن الأزمة الاقتصادية، نحن الآن بحاجة إلى عملية تضافر أكبر وأكبر من داخل ومن خارج لبنان. طبعا خطوات مستقبلية على الأرض لوجستيا كيف رح تكون؟ يعني الآن نركز على إطلاق حملة بالتعاون مع الجيش اللبناني ومحافظة بيروت من أجل إعادة أو المساهمة في إعادة ترميم الأبنية المتضررة. هناك بعض الأحياء تضررت بشكل كبير والدمار فيها واضح وصريح، لكن هناك أحياء أخرى قمنا بزيارتها أيضا، ومنها مثلا زقاق البلاط أو الخندق الغمي أو ما شابه ذلك، تصدعت بعض الأبنية، انكسر الكثير من الزجاج، تخلعت الأبواب والشبابيك، وهناك ضرورة أيضا للنظر بشكل أيضا متساو بشأن كل الأحياء التي تضررت. يعني نحن عندما راجعنا غرفة العمليات في محافظة بيروت وجلسنا مع بعض المعنيين في الجيش اللبناني، كانوا يقولون بأن هناك عدم تكافؤ في الحضور في بعض الأحياء مقارنة بأحياء أخرى، وبالتالي نحن ندعو إلى الالتفات إلى كل من تضرر سواء كان لبنانيا أو حتى غير لبناني، لأن هناك كما تعلمي ناس تضرروا واستشهدوا من غير اللبنانيين، فهذا الحس الإنساني هو الحس الغالب الذي ينبغي أن نعمل به جميعا. نتصور أن هناك ضرورة ملحة للإسراع في عمليات الترميم، هناك بعض العائلات التي كانت تقول لنا نحن لا نريد مواد غذائية، نريد ترميم منزلنا لنبقى فيه ونتشبث به، خاصة نحن على أبواب يعني فصل الشتاء والأمطار وما شابه ذلك، وهناك ضرورة ملحة بالإسراع في عمليات الترميم طبعاً. وحتى لو كانت المبادرات فردية، نحن في جمعية تالي نقول أنه إذا كان هناك أحد يريد أن يشارك معنا هو مباشرة يعني يشرف حتى معنا على العمل ويقدم المساعدة مباشرة ويرمم البيت مباشرة، فهذا الأمر أيضا متاح، ونتعاون أيضا مع كل الجهات الرسمية والأهلية، لأن الهدف هو إيصال الخدمة في أسرع وقت ممكن دون النظر إلى اسم من سوف تكتب هذه الخدمة أو ما شابه ذلك. المهم هو العمل، وهو يعني إغاثة أحبائنا وأهلنا الكرام أينما كانوا، والله في عون الإنسان ما دام الإنسان في عون أخيه الإنسان. نحن أكيد منضم صوتنا لصوتك أستاذ نون. كلمة أخيرة بتحب تقولها لكل الأشخاص يلي عم بتابعونا؟
يعني أولا أنا أشعر بالأمل الكبير في ظل حالة التكاتف الوطني المجتمعي التي تجسدت بعد الكارثة التي حصلت في انفجار بيروت. أدعو بطبيعة الحال كل من يستطيع أن يساهم وبأي شكل من الأشكال، بأي شكل من الأشكال، سواء كان مساعدات نقدية أو عينية أو ما شابه ذلك. نحن لدينا الآن يعني استحقاقات كبرى، استحقاقات المدارس، استحقاقات الجامعات، استحقاقات الحياة المعيشية. هناك الآن نوع من الصدمة النفسية التي حصلت عند كثير من اللبنانيين، نريد التشبث بهذه الأرض، نريد التشبث بلبنان أكثر. لبنان حتما سوف يخرج مرفوع الرأس من كل هذه الأزمات، لكن علينا أن نتضافر جميعا من أجل هذا الهدف الإنساني الكبير. أنا بدي أتشكر حضورك أستاذ محمد نون الإعلامي، وكمان يعني اليوم خليتنا يكون عندنا شوية أمل بوجود جمعيات مثل جمعية تاليا الخيرية. شكرا كثير على كافة جهودكم، ويعطيكم ألف عافية، وإلى مزيد من الأعمال الخيرية يلي ما في شيء غيرها عم بخلينا نتأمل ببكرة أفضل. ماي بدي أقول لك، أي خدمة تقدم لأي إنسان هي شرف يشعر به صاحبه بالدرجة الأولى، وراحة ضمير بكل ما في الكلمة من معنى. يعني ما في أجمل من هذا الشعور عندما يقدم إنسان خدمة لأخيه الإنسان، يشعر بسلام نفسي، يشعر بإنسانيته وبجوهر إنسانيته. فأنا بقول من يقدم للآخر هو يقدم لنفسه بالدرجة الأولى، ويقدم لراحة روحه ولضميره الإنساني. شكرا كثير لحضورك معنا، وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك. مشاهدينا، لهون مشوارنا ببرنامج يوم جديد بكون وصل لنهايته. 19 يوم قطعوا على انفجار 4 آب، وبعدنا عم نلاقي صعوبة انه نقوم، عم نلاقي صعوبة انه نبتسم. يمكن ولادنا هن اللي عم بخلونا نقدر نكفي، يمكن في اشخاص شغلهم عم بيجبرهم انه يكفي. كل حدا منا عنده سبب لحتى يقوم ويكفي. يمكن في اشخاص مثل كتار من الضيوف يلي عم يمرقوا بهول الاسبوعين كانوا علينا او 19 يوم، هن اشخاص عندهم دفع للمساعدة كتير كبير، وبحسوا انه هن عن جد بهالمطرح قادرين يساعدوا يا هون يا هون. الله يقوي الكل، ورسالة محبة وسلام وتصالح مع النفس قبل التصالح مع الآخر، لأنه يلي عم نشوفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيوجع، بخلينا نفكر انه عن جد ما عم بيتركونا نكون عم نحزن، ما عم بيتركونا نكون عم نساعد، ما عم بيتركونا نكون عم نتخطى الأزمة تلو الأخرى يلي عم تمرق علينا بلبنان. وكله بينحل بس بكلمة وحدة إذا تنفذت، اللي هي المحبة. كل شيء بدكم تعملوه، خدوا قرار على حالكم اليوم، خدوا عهد وعد، قولوا لو شو ما عملت اليوم بس اليوم بدي أعمله بمحبة. ما بعرف باسم يلي راحوا، باسم بذكرى 19، يمكن اليوم لأنه اليوم 19 على هيدا الانفجار الكبير يلي روح يعني أكثر من 5000 جريح و200 ضحية. بعد في ناس مفقودة لليوم، بعد في أميات ما رجعوا أولادهم، بعد في إخوة ناطرين إخواتهم، بعد في نساء ناطرين زواجهم. بليز كل شيء بدكم تعملوه اليوم اعملوه بمحبة، وأنا بشوفكم بخير أكيد أنا وزملائي كل يوم بتمام الساعة 8:30 من برنامج يوم جديد. باي.